الأستاذ محمد الديك الناقد الرياضي بجريدة الشروق بينورنا وشرفنا في حلقة كلام في الميديا النهاردة. أستاذ محمد أهلا بيك. السلام عليكم. أخبارك عامل إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، بس أنا عايز أبتدي معاك بكلام أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي في مداخلة قبل الفاصل، بيتكلم على إن كان في اتجاه عند الكابتن حسام بدري بتحديث المعسكر الأول إن هو يستبعد كهربا عشان جمهور الزمالك بيزعل وكلام من ده. رأيك إيه في الكلام ده؟ وفي أسلوب التفكير لو ده حقيقي شايفني ده صحيح كأسلوب يعني تفكير؟ لا طبعا، أعتقد إن الكابتن حسام بدري نفسه في المؤتمر الصحفي قال إن أنا طلبت من الكابتن طارق مصطفى تحديدا إن هو يتابع محمود كهربا قبل ما يستلم المهمه الرسميه في المؤتمر الصحفي تقديمه كويس. كمدرب لمنتخب مصر. فانا مش دلوقتي يعني مش من الفطنه او من الذكاء من الكابتن حسام ان هو مثلا كل ما يطلع مثلا ماتش لا اللاعب دوت عنده ازمه علشان في ازمه مش عارف مع الزمالك، اصل في ازمه مع الاسماعيلي، اصل في ازمه مع الاهلي، فهيبقى القصه كلها كده انت كمدرب ما عندكش عداله في الاختيارات او كان كجمهور مش هدي المدرب فرصه ان هو ينجح. واعتقد حسام البدري بجهازه الفني المعاول ليه عنده فرصه تاريخيه ان هو كان الكابتن حسام بيحارب ان هو يبقى مدرب منتخب مصر طبعًا. وعنده فرصه ذهبيه انك انت مجموعه نسبيا سهله شويه عندك في التصفيات فانت على الاقل ضامن انك انت توصل للتصفيات، لكن فكره انك انت تقول اصل انا في ده كان في مشكله بينه وبين النادي او مشكله كذا وكذا، الاغرب الامير من القصه دي كلها ان دلوقتي في بعض الصفحات او بعض الاعلاميين الزملكاويه طلعوا ان الكابتن حسام بيسترد جمهور الاهلي بضم كهربا. ومال الاهلي بالموضوع؟ ما اتكلم في قصه يعني اولا كهربا لاعب في البرتغال فريق في البرتغال، كابتن حسام بدري ضمه كلاعب محترف في القائمه اللي هو السته المحترفين اللي ضموا الكابتن حسام، مش لاعب للنادي الاهلي يعني. دي حاجه يعني الناس كلها بتقول لك اصل في مفاوضات بين الاهلي، الاهلي عمره بيخش في مفاوضات مع لاعب عنده مشاكل عشان بس يبقوا واضحين. الحاجه الثانيه الاهلي بيخش الطرق السليمه والطرق طول عمر الاهلي كده يعني طول عمر النادي الاهلي في عنده الف ب سياسه، اللاعب المدرب يطلب لاعب، لجنه الكوره تحول مدير الكوره كابتن سالم حفيظ يحول الاداره للكابتن الخطيب ولجنه الكوره او لجنه التخطيط دلوقتي الموجوده حاليا في النادي والله 1 2 3 4 اللاعب دوت هنستفيد منه في 1 2 3 4 لا اللاعب ده في احسن منه في المركز الفلاني والفلاني، طب ايه رايك كابتن ناخد كذا وناخد كذا. فاعتقد ان الكابتن حسام البدري يسيبه بقى من القصص دي كلها ويركز، المنتخب عنده ماتشين مهمين ورا بعض فتره زمنيه ضيقه جدا ولعب له ماتش ودي مع بوتسوانا كان في علامات استفهام كتير، الناس كلها قالت لا دي تجربه وديه واول جهه اول ظهور مع الكابتن حسام، فمش هينفع نحكم على المنتخب من اول لقطه، فانتظر ان شاء الله الماتشات اللي جايه واتمنى الجهاز الفني يبعد عن القصص دي كلها. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها اللي كان برضه احمد بيتكلم بيقحم نفسه في مشاكل يعني بيخترع مشاكل ويدخل نفسه في حاجات يعني ما تخصوش او يعني مش بتاعته، هو يركز في الناحيه الفنيه تجهيز اللعيبه، خاصه ان كان في برضه ازمه ثانيه كنت سامع كان احمد عباس داخلين فيها بيتكلموا فيها قصه شرط القياده. اولا شرط القياده دي وصلت النهارده الصحافه الاسبانيه والبرتغاليه تتكلم عليها كمان، صحيفه اس الاسبانيه النهارده تكلمها ازمه بدون لازمه يعني عنوان كده اللي هو في يعني اختراع اتحاد الكوره او الجهاز الفني المنتخب عمل ازمه وجدال حول اللاعب محمد صلاح بسبب شرط قياده منتخب مصر. صحيفه اس الاسبانيه وصحيفه ابولا البرتغاليه كمان اتكلمت عن القصه دي كلها. اولا في حاجتين لازم نقولهم في القصه دي، هي فكره البالونات الاختبارات اللي بتطلع، فكره ان انا اربي بالونه ويشوف السوشيال ميديا هيقول ايه والجهه الكسبانه هنمشي معاها، ده اسلوب قديم قوي 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 يعني فكره ان انا هشوف الجهه الكسبانه وهمشي معاها ده اسلوب ما ينفعش في الشغل يعني شغل كجهاز فني، وجهاز فني مش بتاع نادي ده جهاز فني يحمل امال وطموحات 100 مليون او يزيد، يعني هي كفكره كان كابتن حسام بدري عايز يطرحها في وسائل الاعلام ما ينفعش تطرح. لا ما ينفعش، هي ما ينفعش من حيث المبدا المفروض ما تطرحش، وحتى لو انا مش هسربها مش عن طريق انا يعني الدنيا برضه الجو الاعلام او الوسط الاعلامي دلوقتي اللي هو ايه 3 4 صحفيين اعرفهم في جمعيه سرب الخبر وموقعين 3 يشوف الغلو وش على الدنيا يشوف ماشيه ازاي، ده اسلوب يعني قديم قوي يعني مش 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 فكر احترافي. صح. كمان انت جاي بعد زي ما قلت لك الكابتن حسام كان نفسه ان هو يدرب منتخب مصر، جات لك الفرصه ده يبقى تشتغل شغل احترافي. اولا مع احترامنا للكابتن محمد صلاح راجل قيمه وقامه وعامل ماتشات عالميه وعامل ريكورد طبعًا عالمي طبعًا وشخصيات طبعًا كل حاجه كبير. لكن الكلام ان تغذيه محمد صلاح دي كلمه تقليل محمد صلاح. يعني كلمه ان انا اراضي محمد صلاح اصل هو زعل ان هو وشال اسم لاعب، طيب ماشي محمد صلاح مثلا جه الماتش اللي جاي وزعل هتدي له ابو الهول مثلا هو مسافر الماتش اللي جاي ولا هتدي له حته من الهرم؟ لا يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه
ما ينفعش تقارن اي لاعب بالمنتخب نفسه بالمنتخب نفسه. صح يعني معلش منتخب مصر فوق الجميع اكيد، فوق حسام البدري، فوق محمد صلاح، فوق احمد فتحي، فوق اي لعيب. صح دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره اللي برضه احمد عباس كان بيتكلم فيها، فكره ان بعد احمد فتحي نفسه لو احنا انا هتجاهل احمد فتحي لسه في عدد من اللاعبين قبل محمد صلاح، في خمس ست لعيبه لعبوا اكتر من محمد صلاح. معلومه بس، احمد فتحي نفسه حقق انجازات ولعب ماتشات مع المنتخب اكتر من الجهاز الفني كله بتاع المنتخب مع بعض بركات وحسام البدري واحمد طارق مصطفى وايمن برضه يعني اليوم كوره كبيره طبعا. مع احترامنا لا مع احترامنا يعني طبعا لا كل واحد يعني كابتن بركات وكابتن ايمن طارق لكاس العالم كابتن سيد معوض جدا فتره من فترات كلهم يعني مع احترامي، بس انا بتكلم فكره تاريخ احمد فتحي لا يقارن. احمد فتحي لعب اولمبياد، لعب كاس عالم، ثلاثه كاس، اربعه كاس، نهائيات كاس امم منهم ثلاثه خد، كسب ثلاثه كاس عالم للشباب، كاس افريقيا للشباب مع كابتن حسن شحاته، لاعب تاريخي للكره المصريه. فيعني انت بتتكلم لاعب يعني بيجي رقم سبعه او رقم يعني اعتقد ان هو رقم خمسه من حيث عدد المشاركات بعد احمد حسن، كابتن احمد حسن والكابتن حسام حسن والكابتن وائل جمعه. اعتقد يعني احمد فتحي في الرينج اللي هو وعصام الحضري ففي ممكن تلاقيه مثلا الرابع او الخامس في الترتيب بتاع منتخب مصر. فكره البالونات نفسها مش حلوه في الجهاز، او التوقيت نفسه مش حلو مش لذيذ. يعني فكره انك انت احمد فتحي مش عايزه، ولا كابتن بعد اذنك انا مش عايزك. لكن برضه الكلمه الثانيه اللي هو قال انا هضم احمد فتحي دلوقتي يلعب ماتش بتسوان ياخد الشاره عشان الماتش اللي جاي نيجي ناخد محمد صلاح ويتم استبعاد احمد فتحي. اولا انت دخلت زي ما قال لك احمد، انت دخلت نفسك في خلت الياك بالظبط، مش هينفع تستبعد احمد فتحي. الناس هتقعد تقول لك لو انت استبعدت احمد فتحي بقى انت هتستبعده عشان تدي الشاره لصلاح. يعني الحاجه كمان يا امير اللي بتتكلم فيها انك انت دلوقتي هتضطر انك تاخد جزء كبير من القائمه الاولانيه اللي كانت معاك، انك انت مفيش ماتشات هتتلعب. فتره توقف الدوري دي هتجبرك انك انت تاخد من العناصر اللي انت كنت مختارها في المعسكر الاولاني معاك، بالاضافه طبعا للمحترفين دلوقتي اللي بيلعبوا بره مالناش علاقه بيهم. هنتكلم في القائمه المحليه ال 32 او اللي انت هتضم منهم مثلا سته محترفين و26 او 25 لاعب، هتبقى عندك القائمه نفسها القائمه المحليه. هو قالوا في الاول القائمه المبدئيه 32 هيتم تصفيتها يعني مش مشكله، اصل انا بتكلم العناصر الاساسيه اللي انت هتبقى موجوده معاك عنصر او اثنين او ثلاثه هتبقى من الخمس ماتشات اللي اتلعبوا قبل كده. بس هيبقى برضه صعب انك تدخل حد في مجموعه متجالسه مثلا مع بعضيها وكانوا مثلا المعسكر القديم او المعسكر الاولاني للمنتخب تبقى حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها العرف اللي موجود في الكوره هنا في مصر، عرف اللي هو الاقدميات بالظبط فيما يتعلق بالشارع يعني في الشارع. احنا لسه بنتكلم في قصه الشارع. الفكره هو ممكن يكون كابتن حسام البدري عايز يعالج خطا اداري لاتحاد الكوره على حساب احمد فتحي لترديه محمد صلاح، هل ده منطقي؟ لا ما ينفعش انك انت كده بتعمل حاجز نفسي بين اللعيبه وبعضيها بالظبط، يعني علاقات بينهم مميزه بالمناسبه يعني. هو نفس القصه اللي اتقالت يعني حتى في صحيفه اسئله اسبانيه قالت انك انت بتعمل العلاقه الطيبه بين اللاعبين، نفس يعني بنفس التعبير العلاقه الطيبه بين اللاعبين، انت كجهاز فني بتعمل شرخ بين كده. طيب هنفترض انك انت بتختار محمد صلاح بعيد عن ان مثلا انك انت هتراضيه، مثلا محمد صلاح راجل محترف بره وتمام انت، طيب انت عندك خمس ست محترفين. صح. محمد صلاح مثلا تم استبعاده مثلا الماتش اللي جاي. عندك احمد حجاز وعندك محمد النني، هتقول لا محمد النني ياخد الشارع على احمد فتحي مثلا او على سيم مثلا من الناس بلاش احمد فتحي. فلا التقييم نفسه عندك معايير وعندك اسس، حافظ على الكيان بتاع المنتخب. انت داخل معسكر عاوز فيه استراحه للاعيبه، واللاعيبه بتيجي المعسكر بتاعها هتلعب الماتش بتاعها وتمشي. ليه بتعمل حاجز نفسي او خلافات بين اللاعيبه بدون لازمه؟ الحل في القصه دي كلها يا اما يطلع كابتن حسام بدري ينهي القصه دي كلها ويقول يا جماعه احنا ما قلناش حاجه زي كده، لا اما الكابتن محمد صلاح يطلع يقول انا ما طلبتش الشاره، وبحترم في حاجه مهمه، وبحترم احمد فتحي وبحترم اي حد في المنتخب، احترم التسلسل اللي احنا عايشين فيه في نظام المنتخب. في حاجه مهمه قوي، احنا كلنا عارفين ان كان في جلسه مع احمد فتحي وقالوا له الكلام ده واحمد فتحي رفض تماما. بشر حلو ماشي بشر. مفيش مشكله. ليه ما طلعش بعد رفض احمد فتحي على طول تصريحات من المسؤولين على المنتخب، جهاز فني بقى، مدير فني، مدير المنتخب كابتن محمد بركات، قالوا يا جماعه الموضوع محسوم، شرط القياده بتبقى بالاقدميه. فاحمد فتحي ليه ما قالوش كده؟ ليه ساكتين؟ ما انا قلت لك هي القصه كلها قصه بالونات اختبار. انت عارف البالونه حتى لو بالونات اختبار محمد فتحي كذا 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 هيطلع في الاخر خالص ويقول لك احنا ما قلناش حاجه زي كده. يعني اتوقع ان الجهاز الفني في المنتخب بعد كده هيطلع لو حد سال يقول لك انا ما قلتش حاجه زي كده. لا ازاي ما عنده تصريحات رغم التسريبات والتصريحات اللي طالعه ان الجهاز الفني قعد مع احمد فتحي والطلب كذا كذا، والقصه دي كمان مساره قبل ما الكابتن حسام بدري يسال. اجتماع مع احمد فتحي. اجتماع مع احمد فتحي بتكلم على القصه دي. بس وكيل اللاعب نفسه اكد ان كان في طلب، والمعلومات اللي عندي احمد فتحي نفسه رفض مباشر، قال لك لا انتوا عايزيني معاكم في المنتخب. الكابتن تمام يا امير، اي حد يحلم ان هو يلعب في المنتخب مش يمسك مش يحمل الشارع، يحلم. وعلى فكره
دي انانيه محبوبه يعني، معلش انا كلاعب هي مش انانيه، دي حاجه طبيعيه يعني كبشر. انا كبشر معلش مع احترامي لاي حد، انا موجود في مكاني وجالي مثلا منصب او جالي تايتل او جات لي ميزه شاره منتخب مش قليله اكيد يعني. اعتقد زي ما قلت لك الحل عند الجهاز الفني، خصوصا في حاله يطلع. زي حاله احمد فتحي، واحد عمل كل الانجازات اللي صعب حد يعملها في تاريخ الكوره يعني مع مصر يعني، فانت وبدنيا وفنيا كل هذا وبدنيا وفنيا جاهز ما شاء الله عليه يعني. بسم الله الله اكبر يعني. الفكره انك انت تتكلم يعني مثلا مش هتجيبه وتقعده احتياطي، مش بتكرمه كمان يعني. انت فكره انت محتاجه في المنتخب. الكابتن حسن شحاته في 2006 عمل حاجه كويسه. تصريح لكابتن حسن شحاته قال انا جبت الكابتن حسام حسن علشان عايز كبير اللعيبه تتلم حواليه. يعني شوف الكابتن حسن لازم وجود قائد والحد محبوب داخل الفرقه. بس مش معنى ان انا اجيب حد محبوب اكسر الدنيا كلها بالظبط يعني. برضو في قواعد وفي حاجات انضباطيه اتعلمناها، ان انا ما ينفعش عشان اجيب اصلح حاجه اكسر حاجه ثانيه. فكره انك انت تراضي محمد صلاح، محمد صلاح ما طلبش الشاره الطرديه. فكره انك انت تختار منتخب مصر اللي هو يبقى فتره اختبارات او بلوت اختبارات، دي حاجه مرفوضه من الجهاز الفني. فكره انك انت تعمل شرح، هنخلص القصه بتاعت محمد صلاح ونخش بقى في شرح جديد، اصل مش عارف مين مقموس، اصل ده بيلعب قبليه، اصل ده خد رقم 10، اصل ده هياخد رقم 9، فكده انت هتدخل نفسك في متاهات اداريه واخطاء انت في غنى عنها. يعني في الحقيقه تصريح او كلام غير موفق من الكابتن حسام البدري، ان هو لمح او تلميح، خلينا نقول تلميح يعني مش تصريح يعني، لمح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه وخلال لقاء تلفزيوني ان لسه الموضوع محل دراسه ولسه بنفكر مين يبقى شرط الكابتن معاه وكلام من ده. فاعتقد ان الجزئيه دي كان مش موفق فيها بنسبه كبيره طبعا الكابتن حسام البدري، لكن الموضوع في الاخر هيستقر طبعا احمد فتحي. مفيش جدال صعب لا لا كده قلت كده يعني، عملت حاجه هتندم عليها بكره وبعده يعني لو على طول. مفيش حل تاني. اولا انت كده بتستعدي مجموعه كبيره من الجمهور. ثانيا انت بتعمل قاعده غلط، بتبني دخلتك او المباراه الرسميه الاولى ليك بحاجه غلط. بالظبط فانت كده خلاص بعد كده وبكره وبعد ما تلومش اي حاجه تحصل. خصوصا ان بعد احمد فتحي في كذا لعيب مثلا احمد حجازي هم مش راضيين برضه. بتكلم في كده طبيعي الاخبار اللي عارفينها طبيعي، لان ما اعتقد ان هو رافض القصه دي خالص. وفي عبد الله السعيد، عبد الله السعيد نفس القصه. لكن انا بتكلم انت لو قلت هتقارن زي ما قلت لك حد محترف مثلا ولاعيب محلي، طب انت عندك حجاز وعندك النني، خش بقى هتقعد تراضي دوت تراضي دوت تراضي دوت، فتبقى العمليه هتدخل نفسك في انك انت المعسكر نفسه هيبقى شادد يعني، هيبقى تنشل كده. طيب عايز ارجع لموضوع كهربا شويه، لان البعض بيتكلم في مصلحه ناديه ما بيتكلمش في مصلحه المنتخب. المنتخب هيستفاد ازاي؟ في ناس تقول لك كهربا ما بيلعبش الفتره اللي فاتت او الفتره اللي فاتت مع فريق ديسبورتيفو، ما فيش ماتشات مثلا وكلام من ده، مش بيشارك بصفه اساسيه. في الوقت اللي كابتن حسام بدري في المعسكر الاول ضم محمد النني وكان موقوف ماتشين ثلاثه مع بيشكتش يعني، فالموضوع ممكن يكون مرتبط برؤيه فنيه لكابتن حسام بدري بلعيب هيستفاد بيه على المدى البعيد زي محمود عبد المنعم كهربا. بتشوف ازاي تفكير البعض في شخصنه الامور وعدم التفكير في مصلحة المنتخب وعدم احترام رؤية الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ دي مشكلة يعني الفترة الأخيرة شفناها، فكرة إن اللاعب اللي هو مش فرقتي لازم أكسر مجاديفه يعني. معلش هو كهربا في الفكرة إن أنا الفترة اللي جاية عندي رمضان صبحي مش موجود عشان منتخب الأولمبي، عشان منتخب الأولمبي صح. الناحية الثانية لعيب زي رمضان صبحي مهم جدا في المنتخب. الناحية الثانية اللي هيأدي لك نفس الدور دوت كهربا ما بيلعبش حتى لعيب مهم قوي قوي. كهربا نفسه الخبرات الدوليه، انت عايز حد خبرات دوليه طبعا زي ما قلنا الفتره دي فتره توقف في الدوري. فانت بالنسبه لك طبعا يعني منتخب كهربا لعب منتخب اولمبي منتخب شباب كل المنتخبات. ثانيا وجوده في الملعب بيعمل، شفناه في زي ما انت قلت في الكونفدراليه مع الزمالك وكان احد الاسباب الرئيسيه في تتويجهم، ودي حاجه يعني بتاع 2017 مع كوبر هو اللي جاب الجول بتاع ماتش المغرب ووصلنا بسبب الجول دوت تحديدا للنهائي صح. يعني لا كهربا السنه اللي فاتت مع الزمالك ساهم في 22 جون، 11 جون و11 اسيست يعني كمان الاسيستات كمان بتاعته بسم الله يعني طبعا. كهربا في الحته بالتحديد صناعه الاهداف يعني، حتى غير ان هو بيجيب اهداف صناعه الاهداف بالتحديد دي ميزه عند كهربا اكتر من تسجيل الاهداف اكيد. الفكره زي ما قلت لك ان هو طلعت انباء ان النادي الاهلي داخل في صفقه مع كهربا او كهربا وقع للنادي الاهلي زي ما الناس بتقول. اولا كهربا بيلعب في البرتغال ماشي اساسي، دي وجهه نظر بتاع مدرب فني هناك في البرتغال انا ماليش علاقه بيها، لكن انا كجهاز فني اكيد مش هستدعي حد
ايه اللي انا هستفاد بيه؟ ماشي، الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في اول سؤال مثلا لما اتكلمت معاك، لكن انا بتكلم كتفكير كعقليه. لازم كلنا نبقى ورا المنتخب، ورا الاختيارات اللي بيختارها الكابتن حسام البدري، سواء هياخد كام لعيب من الاهلي او كام لعيب من الزمالك. في مشكله ما فيش مشكله مع في شخصيه لا في زي ما قلت لك انا في امور شخصيه وفي زي ما قلت لك حب اللي هو السوشيال ميديا بقى، ويطلع قطع في فلان وفلان علشان فلان وفلان دوت كذا وكذا. لا، الامور واضحه وصريحه. الجهاز الفني المنتخب ليه الحريه في الاختيار، احاسبه لو اللاعب ده اخفق او الجهاز الفني اخفق بعد المشوار كله. مش حاسب برضه بالجمله. فكره ان انا زي ما قلت لك، فكره ان انا هقعد اشوف فلان الفلاني اصل كهربا بيلعب في الواقع الاهلي، اصل مش عارف فلان الفلاني سيب الاهلي. ده غير حقيقي حتى الان، ده غير حقيقي. الكابتن طلع في نفسه اتكلم على زي ما قلت لك ولا اول، قال لك ايه؟ قال لك كهربا لعيب مش في الاهلي، فمش هتكلم عنه. دي حقيقه. انا بقول لك حتى زي ما هو الكابتن سيد كمل الجمله، قال لك انا مش اختصاصي ان انا اتكلم في حاجه زي كده، ان النادي الاهلي عنده سيستم واحد، المدير الفني يتعرض عليه فلان الفلاني، موافق عليه مش موافق عليه، ياخد القصه دي كابتن سيد عبد الحفيظ يوصلها لجنه التخطيط، لجنه التخطيط تقعد مع المسؤولين عن التعاقدات. حاله التعاقد امين امين، مش امين خلاص يبقى القصه كلها مش بتاع دوت. زي ما قلت لك كلام القصه ان الناس حابه تبقى فيه جدال، او مش عايزين فلان الفلاني يطلع القطط الفطسانه في لعيبه فلاني علشان الناس تكرهه او حاجه زي كده. زي ما قال لك مثلا تصريح طلع، قال لك فايلر طلب من لجنه الكوره بالنادي الاهلي عدم التعاقد مع كهربا. هو شافه امتى اصلا او سمع عنه فين اصلا؟ يعني برضه حاجه غير منطقيه. وزي ما قلت لك كان الناس بس قاعده اللي هو حب السوشيال او حب ان انا عايز اخد موقف او اخد لقطه. لا يعني الدنيا صعبه شويه الفتره الاخيره الصراحه في كل حاجه تبان في شهر واحد. طبيعي يعني شهر واحد ده فتره انتقالات، هتشوف بقى سواء كهرباء او غيره يعني مين هيروح فين ومين هيبقى في نادي ايه وكلام من ده، مين هيمشي من النادي ده ومن النادي ده، طبيعي يعني. اول زي ما قلت لك حتى انت تعرض الاخبار مش عارف فلان الفلاني جاي له عرض فلان الفلاني، احنا في شهر 10 او في شهر 11 لسه معانا شهر 11 بالكامل وشهر 12 وشهر 1 كمان. فالطبيعي انك انت الفتره اللي جايه هتسمع الاهلي بيفاوض فلان الفلاني، الزمالك يفاوض فلان الفلاني. الاهلي عنده مقعدين او ثلاثه اعتقد في القائمه بتاعته الاستبدال. الزمالك عنده اعتقد لاعب واحد بس. فلا يعني حتى نفس يعني الفتره دي توقف دوري. عندنا بطوله كاس امم تحت 23 سنه نقف المفروض كلنا جنب المنتخب. طبعا طبعا الفترة بتاعت المنتخب الاول كمان طبعا عندنا ماتشين كينيا وجزر القمر ورا بعضيهم. فترة ضيقة زمنية ضيقة. لا الفترة زي ما قلت لك يعني الشغل بتاعك الطبيعي دلوقتي فترة انك انت تقف جنب منتخبات بلدك. بطولة بتقام على ملعبك ووسط جمهورك، المفترض ان المنتخب بتاعك رقم واحد مرشح للبطولة النهائية. عندك حلم الاولمبياد طبعا من 2012 ما رحناش اولمبياد. لكن زي ما قلت لك على الفتره اللي جايه هتسمع فلان الفلاني الاهلي يفاوض فلان الفلاني، الاهلي جاي له كذا عرض، فلان الفلاني جاي له عرض من الصين، فلان الفلاني جاي له عرض من البرتغال. حتى وكلاء اللعيبه نفسها لو النادي مش هيتكلم او حاجه زي كده غير صحيحه، اللي وكلاء اللعيبه هتطلع تسوق اللعيبه بتاعتها. برضه هترجع وتقول كلمه ثانيه انا اقولها لك، مش عارف فلان الفلاني اتخانق مع المدرب بتاعه، اصل مش عارف مين اتعمل مشكله، اصل الفلان الفلاني ضرب في فتره التوقف بتبقى كده اللي هو الاجتهادات الصحفيه بمعنى صح. فكره انك تجتهد لا يعني ما اعتقدش الفتره اللي جايه زي ما احنا الاهلي هيطلع معسكر بره. ما عندوش وقت ان هو هنتكلم على الاهلي وهناخد وقتنا فيه، بس عايز اقفل المنتخبات بالمنتخب الاولمبي، ملف المنتخبات. المنتخب الاولمبي طبعا مقبل على التحدي مهم قوي، بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه بدايه من يوم 8/22، وهي الاهم فيها ان هي مؤهله لطوكيو 2020. الناس قلقانه طبيعي ان احنا نتكلم من دلوقتي عن المنتخب الاولمبي بقى، خلاص هو ده هو الشيء اللي هنأزره خلال الفتره اللي جايه وهنفضل مساندينهم. يعني متوقع ايه او بتقيم ازاي فتره الاعداد الطويله على مدار سنتين للمنتخب ده مع كابتن شوقي غريب، وبالتحديد اخر مباراه مع جنوب افريقيا، وهل متفائل ان شاء الله ان نحقق اهدافنا؟ بص لك يعني كمصري اتمنى ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونتوفق لحاجه زي كده باذن الله باذن الله. لكن الارقام مع الكابتن شوقي الصراحه مش حلوه، يعني مش جيده. برغم ان الكابتن لعب كذا معسكر ولعب كذا ماتش سواء في اسبانيا او غالبا اعتقد هو كان في معسكر في اسبانيا ولعب ماتشات وديه جنوب افريقيا، وقبلها كان ماتشين مع السعوديه. النتائج مش قد كده. هي بس المشكله اللي انا اعذر فيها الكابتن شوقي الفكره انك انت ازاي توصل للعيبه حافز جديد. انك انت عندك مجموعه تخمه في التشكيله. أكيد. كلهم لعبوا فريق اول. وواحد زي رمضان عنده
يعني بطولات افريقيا وبطولات دوري وبطولات بسم الله ما شاء الله، احمد ياسر ريان، احمد حمدي، معظم اللعيبه عندها بطولات، فخلاص انا بلعب فريق اول يعني برضه في تفكير عندهم خبرات كمان. يعني هو رمضان ما خدش بطوله افريقيا مع الاهلي ولا مع منتخب مصر، لكن هو شارك في بطولات افريقيه، شارك في البطوله كمنتخب منتخب 2017 كان موجود المنتخب الاول ولعب، كان موجود في التصفيات كاس العالم، النادي الاهلي الكونفدراليه فكرة الكابتن شوقي يحفز اللعيبه دي ازاي، هي دي المشكله اللي الفتره اللي جايه. خلاص انا كده الفنيات والامور الفنيه امر واقع، عندك 23 لعيب هتصفيهم، فخلاص انت بالنسبه لك القصه انك انت تحفز اللعيبه بشكل جديد. دي المشكله. عندنا اولمبياد، في حلم جديد، في كذا في كذا. الكابتن شوقي كمان مطالب ان هو يعني مش يثبت نفسه كمدير فني، لا يعني يقدم حاجه زي ما عمل في 2001 مع الجهاز مع المنتخب الاولمبي وحقق الميداليه الذهبيه في كاس العالم مع فريق منتخب الشباب. كابتن شوقي برضو عنده جهاز فني معاون برضو طموحاته كويسه. محمد شوقي كابتن مطلوب منهم ايه عشان نقدر ناخد البطوله ونتاهل لطوكيو؟ التركيز والتحفيز اللعيبه، اولا انت بتلعب على ملعبك وقصد جمهورك، دي حاجه يعني كلمه كويس. انك انت بجمهور، مش عايزين نكرر بقى قصه المنتخب الاول الفشل بتاع ربنا يعني مش عايزين نتكلم، بس زي ما قلت لك انا الخامه اللي مع الكابتن خامه كويسه جدا طبعا، لعيبه لا غبار عليها، تلعب بشكل اساسي زي ما قلت لك انا القصه هتبقى حافز نفسي، شغل نفسي، شغل نفسي. الكابتن شوقي عنده القصه نهايه كويسه جدا بعيد عن الشغل الفني، زي ما قلت لك انا المباريات الوديه في يعني كلام كبير قوي عليها، تشكيلات غريبه، نتائج تعادل، فوز 1-0 بالشكل الاول، النتائج الاداء ما كانتش موجود بصراحه، يعني بقول يعني بقول لك النتائج الاول والارقام، وبعد كده بقول لك الاداء نفسه ما كانش ليك شكل. يعني معلش هو انا كشخصيه منتخب مصر، هل ده ممكن يبقى مقياس قبل البطوله؟ لا طبعا مش مقياس، لا لا مش مقياس. يعني نفس القصه كان عندنا مثلا اجيري كسبنا كل الماتشات الوديه قبل البطوله بتاع كاس افريقيا، وفي الاخر يعني طلعنا من الدور الثمانيه، فكانت حاجه يعني مش ظريفه الصراحه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ان شاء الله لعناصر المنتخب الاولمبي باذن الله، ويحققوا لنا اهدافنا باذن الله تعالى. نروح بقى للنادي الاهلي، اخبار الفريق، وبالتحديد عايز اتكلم معاك لان في بعض الاخبار كده بتيجي قدامي يقول لك التجديد لرباعي النادي الاهلي ولسه مستر فايلر، وده طبيعي طبعا مستر فايلر هو بيقرر، لكن الاخبار دي بتشوفها ازاي؟ وهل ده في صالح النادي الاهلي الحديث عن مثل هذه الامور في التوقيت ده؟ لا طبعا. يعني زي ما قلت لك انا في حاجه اسمها تحصل حاجات الكتاب الصحفيه، فلان ضرب فلان، حاله كذا كذا. اولا الرباعي اللي عليهم ازمه او مش ازمه يعني كلام على التجديد او حاجه زي كده او ملف التجديد نفسه طبعا مش وقته. الجهاز الفني اللي عنده حاجات ماشي معظمها ممكن في شهر واحد يوقع لنادي ثاني ويحق لنادي ثاني، بس ده مش اسلوب لعيبه النادي الاهلي مبدئيا يعني، ولا سياسه النادي الاهلي انها تسيب لعيبها لحد اخر فتره، لانها اولا متاكده من ولاء اللعيبه دي هي يعني حد يشك في ولاء حسام عاشور، وليد سليمان، احمد فتحي، شريف اكرامي، يعني مثلا واحد زي شريف اكرامي مثلا ممكن لحد دلوقتي بس معلش هو بيتفرج على اكتر ما حصلت مع عبد الله السعيد، لا دي قصه ثانيه يعني دي قصه ثانيه غير عبد الله، وبعد كده مش عبد الله سعيد معلش الاهلي ما فرطش فيه عشان برضه ما نبقاش بس القصه طبعا لا نوضح الامور انا قصدي بس عشان التساؤلات ممكن تبقى عند بعض نرد عليه، لا عبد الله السعيد الاهلي قعد معاه مره واثنين وثلاثه وعرض عليه مبلغ مالي محترم جدا جدا جدا، بس اللاعب يعني مش عايزين نتكلم في قصه القصه كلها التف ناحيه ثانيه، لكن الرباعي ده بالتحديد لا يعني اولا ما فيش الاهلي هيتمسك بيهم، انا بقول لك هم دلوقتي هيتمسك بوجودهم. ثانيا اعتقد ان حسام عاشور باين مفيش يعني حد يتكلم او شريف اكرامي، دول ابناء النادي الاهلي طالعين من قطاع الناشئين، حسام عاشور بالتحديد مش هيقعد يعني طول عمره في الاهلي ويجي يمشي دلوقتي يعني يعني اعتقد يعني الكلام زي ما قلت لك احمد فتحي وليد سليمان نجم اهلاوي انت بتتكلم عن رباعي صعب ان انت تتكلم في حته ما قلت لك يعني القصه كلها اولا لا اخلاق اللعيبه ولا سياسه النادي الاهلي انها تفرط في حد كده. اتمنى الموضوع يتقفل من يعني من الاجتهادات الصحفيه. الاهلي هيقعد مع الرباعي بنفس الاسلوب المتبع في التوقيت المناسب في الوقت المناسب وفقا برضه لرؤيه الجهاز الفني أكيد. عشان برضه يعني الناس ما تقولش ان الناس دي هي انها هتتجدد يبقى هتجدد، لا 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 لا. انا بقول لك انا زي ما قلت لك في قواعد واساسيات النادي الاهلي، اسس بيبدا عليها النادي الاهلي، الجهاز الفني بيتكلم انا عاوز 1 2 3 4، عايز ده مثلا سنتين، عاوز ده ثلاثه، عاوز ده سنه واحده بس. هنقعد مع 1 2 3 4، الكابتن السيد هيقعد يتفاوض الاول مع اللعيبه
والله انت هتجدد هتجدد المبلغ المقابل المادي عندنا واحد اثنين لا انا اخد كذا لا انا جاي لعرض كذا لا كذا كذا بعد كده يتم العرض على لجنه الكوره ولجنه التعاقدات فلان الفلاني هنجدد له الكلام ده كله. الامور سلسه جدا في النادي الاهلي خاصه في قصه اولا المستحقات الماليه بتاعت اللعيبه مفيش ادنى مشاكل عليها اكيد احترام اللعيب وتاريخه اكيد ده شيء مهم ولاء اللاعب للفنان في النادي الاهلي قبل القيمه اللي بيديها في الكوره عشان تتكلم على قصه عبد الله السعيد الانتماء والفانيله الحمراء وشراء النادي الاهلي مش بتكلم عنها ممكن يكون تساؤل عند الناس ممكن دايما يعني قصد لسان الجمهور يعني انت بتتكلم ان النادي الاهلي واللعيبه وكلام من ده بس بقول لك ان في حدث حصل قبل طبيعي لا طبيعي ده كانت رغبه لاعب نفسه دي حقيقة مباريات حصلت لا دي حقيقة لا لا ده هو حر وفي زمن الاحتراف زي ما قلت لك في زمن الاحتراف قد ممكن من الاربعه دلوقتي بس اقول لك لكن النادي الاهلي ما قصرش يعني لا خالص انا قلت لك انا زي ما قلت لك النادي الاهلي قعد مع اللاعب مره واثنين وثلاثه وراح له بيته وكذا مره كابتن السيد عبد الحفيظ والكلام ده موثق وعلى لسان ناس مسؤوله في النادي الاهلي زي ما قلت لك يعني اسمح لي مش هنشبه قصه عبد الله السعيد بالرباعي لا خالص لا خالص قلت لك حتى سالتني انا قلت لك الفتره دي هيطلع فيها اجتهادات بعض الناس ممكن مثلا هدفها ضرب استقرار النادي الاهلي بالظبط يعني فكره النادي الاهلي النادي الاهلي شغال بسم الله ما شاء الله ونتائج مميزه مع الفايلر والكلام ده كله فاحنا ما عرفناش مثلا نوقعه ان احنا ضربنا قصه الماتشات واجلنا الماتشات فاحنا هنروح نخبط في حته ثانيه مش عارف زي ما قلت لك انا هتلاقي مثلا خبطه ثانيه فلان الفلاني غاضب من دكه بدلاء النادي فلان الفلاني يطلب جلسه مع فايلر لتحديد مصيره فلان الفلاني مش عارف هيعمل موضوع رمضان صبحي ما برضو من ضمن الاخبار اللي بتتقال كل يوم رمضان صبحي وعروض وكلام من ده هل ده برضو التوقيت المناسب يعني رمضان لسه عنده مشوار مع النادي الاهلي الموسم لسه في بدايته اولا رمضان على زمة النادي الاهلي ثانيا هيرجع ليدرس فيه اللي بعد ما انتهى العرب بتاعته بالظبط يعني لا ممكن النادي الاهلي يحاول ان هو يتعاقد طبيعي طبيعي انك انت الاولويه وحتى الاولويه هتبقى للنادي الاهلي في حاله ان هو لو رغب النادي الاهلي في ضمه وتوفرت المستحقات او القيمه الماليه بتاعه العقد بتاع اللاعب اذا شافها النادي الاهلي مناسبه ليه واحتياجات النادي الاهلي في الفتره اللي جايه زي ما قلت لك انا قد الاهلي مثلا يتعاقد مثلا مع لعيب مثلا ثاني جديد ما يحتاجش رمضان رمضان مثلا قد يكون مثلا رغبته وعلى لسان وكيله ان هو عاوز يكرر مثلا تجربه الاحتراف ثاني بعد الاداء المميز مع النادي الاهلي وربنا ان شاء الله يكرمه مع المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ممكن كمان يتاهل الاولمبياد فده سعره يزيد شويه او القيمه التسويقيه بتاعته تزيد فمن حقه ان هو يطمح ان هو يلعب زي ما قلت لك انت بتضرب احنا بنتكلم على التوقيت في الاساسيات لا وبتضرب في لعيبه اساسيه في النادي الاهلي بالزبط. يعني انت رمضان اولا انت ما شفتش رمضان مثلا الفتره اللي قبل كده بيجيب اهداف رمضان مثلا جايب ثلاث اهداف لغايه دلوقتي في ثلاث ماتشات كل ماتش وكان لعيب اساسي معاك في بطوله السوبر وبيجيد مثلا كان نفس القصه السنه اللي فاتت برضه في الفتره اللي جاتها كان احد اسباب مع باقي اللعيبه والجهاز الفني والاداره في تتويج النادي الاهلي باللقب الاصعب في تاريخه رقم البطوله 41 فلا في توقيت زي ما قلت لك انا اختار التوقيت واختار الشخصيات بالتحديد لا بينهم من يعني مش هدف يعني خبيث من ورا القصه دي كلها اتمنى التوفيق طبعا لرمضان مش لرمضان بس لكل لعيبه انها تحترف بره ويكونوا خير ممثلين لنا في الكره المصريه ان شاء الله بره طيب عايز اتكلم في اهميه فتره التوقف بالنسبه للنادي الاهلي شايفها ازاي؟ لا طبعا يعني الاهلي هيستفيد بشكل كويس جدا من فتره التوقف بعيد على فكره انك انت هتعمل معسكر داخلي او خارجي النادي الاهلي خلاص يعني كان في كلام ان هو يسافر دبي ان شاء الله يعني الاقرب دبي ده الاقرب هيتخلي لها برضه ماتشات وديه فايلر اول ما جه الفتره القليله ما عادش فتره اعداد كويسه مع المجهود مع المجهود اللي عمله والارقام اللي احنا شفناها والنتائج اللي احنا شفناها لا الراجل لو خد الفتره دي كويس جدا واستفاد منها لا النادي الاهلي هيبقى شكله احسن وافضل ان شاء الله في الفترات اللي جايه افضل كمان من افضل من الفتره اللي جايه من كلها ان هو الراجل فيه حاجات زي ما قلت لك انا هو ما جربش معظم اللعيبه في لعيبه لسه ما خدتش فرصه ثانيه اللي زي ما قلت لك على فتره يمكن تكون فتره كويسه ان هو يقيم اللعيبه قبل شهر واحد زي ما احنا اتكلمنا صح انت هترجع مثلا تلعب اول ماتش ليك مثلا 25 او 29 ماتش ليك من الساحلي في افريقيا هيبقى عندك شهر 12 بس فانت برضه هتبقى مش مده كويسه وبعد كده تبقى دخلت في غمره الماتشات فما عندكش فترات توقف ثانيه كتيره الحاجه اللي انا عايز بس اقول عليها بس فكره النادي الاهلي وقصه ان هو طلع بيان انت عايز تتكلم على الازمه دي الازمه دي مش الازمه يعني هو ما كانش في ازمه فكره ان الاهلي مش لوي دراع زي ما الناس بتقول او حاجه زي كده لا الاهلي عاوز يحط نظام بحيث انك انت مش بعد كده هتبقى دخلت في غمرات في انديه بتلعب في افريقيا وفي انديه بتلعب في البطوله العربيه صح مش هنقعد كل يوم ناجل 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 الحاجه اللي عايز اقولها تاني برضو الاهلي السنه اللي فاتت ما طلبش تاجيل ماتش رسمي صح بالعكس الاهلي كان بيلعب كل 48 ساعه ماتش الاهلي في شهر واحد وفي شهر اثنين لعب ما يزيد عن 16 ماتش بالظبط ليه؟
علشان اتأجلت له فتره من هي من شهر من شهر 8 بدايه الدوري و9 و10 خلاص يبقى انت الفتره دي هي بعد كده خلنا مش عارف فتره ايه وفتره ايه كذا وكذا والاهلي الاهلي كان وصل افريقيا نهائي افريقيا فالطبيعي بطوله على طول ثانيه فالطبيعي ان هو تتوقف له حاجه حصلت معانا للزمالك الزمالك لو وصل نهائي الكونفدراليه قعد حوالي 10 ايام ما لعبش ماتش فانت القصه كلها فكره ان الاهلي ما بيطلبش حاجه لنفسه الاهلي بيحط رولز او قواعد يا جماعه معلش مش عاوزين نكرر دي عشان بس بكره وبعد هيحصل كذا انت مش واخد بالك ان في مجموعات افريقيا ده جدول محطوط طبعا ده ما فيهوش هزار ده البطوله العربيه نفس القصه ربنا يوفق فيها الاسماعيلي والاتحاد ان شاء الله الاسماعيلي يعني قطع خطوه كويسه في الماتش بتاع الجزيره الاماراتي فانا زي ما قلت لك فكره ان التاجيلات او فكره ان الاهلي انتصر او كذا وكذا وكذا والكلام ده كله اللي بيتقال او الاهلي لوى دراع مش عارف مين او لوى كذا لا القصه كلها الاهلي بيحافظ على حقوق الانديه اتجاهاته معروفه النادي الاهلي بيحافظ على حقوق الانديه قبل حقوقه هو صح يعني بيحافظ على القواعد يا جماعه والله احنا عاوزين نبدا السنه دي نتلاشى اخطاء السنه اللي فاتت بواحد اثنين ثلاثه اربعه وبعد كده سبتك قلت اول الدوري انا معايا جدول كمل على الجدول ما عنديش ادنى مشكله بالزبط. خالص بس دي كلها امور مهمه وملفات غايه في الاهميه اتكلمنا فيها مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الديك يا استاذ محمد نورتنا وشرفتنا شكرا لك انا اسعدت بشكرك شكرا جزيلا دي كانت الفقرة الحوارية من حلقة كلام في الميديا النهاردة كان ضيفنا العزيز الأستاذ محمد الديك واتكلمنا في أمور عديدة جدا على الساحة الرياضية المصرية دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله إلى اللقاء